السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج جزائر الخير، موعدكم النصف شهري اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو عملية تضامنية وخيرية في المجتمع. عادة احنا ما كاش واحد جزائري ما يشوفش تلفزيون جزائري بقنواته الخمس، ما كاش جزائري ما يسمعش الإذاعة الوطنية بكل قنواتها، ما كاش اللي يطلع على دراسات وأبحاث أجريت هنا وهناك في المجتمع، ما كاش من اللي ما عندوش صفحة فيسبوك، وإذا ما عندوش صفحة فيسبوك هو يتنقل بين هذه الصفحات ويحوس على حاجة. احنا مهمتنا اليوم بذكرى التلفزيون والإذاعات والفيسبوك والأبحاث هو فكرة دور الإعلام في تفعيل وتحريك العملية التضامنية أو الخيرية في المجتمع. شكون فينا سأل نفسه عن هذا الدور؟ عادة ما نعرفه أن الإعلام يوجه الصورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنين عبر هذه الشاشة، لكن الإعلام بمختلف أشكاله وأنواعه يفعل دور وعملية التضامن في المجتمع. هذا هو موضوعنا اليوم في جزائر الخير، لكن قبل ما نتعرفوا على الضيوف اللي وجهنا لهم دعوة باش يثريوا هذا الموضوع، نخلوكم تشوفوا صبر الآراء اللي قامت به زميلتنا حياة سعودي اللي من خلاله استقصينا دائما رأي المواطن في الشارع وش يعرف على دور الإعلام في تفعيل العملية التضامنية في المجتمع. نشوف هذا الروبورتاج ونعاودوا نوليو في جزائر الخير. نسبة الإعلام في العملية هذه تاع المساعدة تاع فعل الخير ومساعدة الآخرين المحتاجين وبخصوص المرضى، يعني عمل تطور بزاف وزاد كثير، يعني بنسبة كبيرة. كانت قبل الناس ما يعرفوش وما على بالهمش واحد واش صرالو واش عنده واش كذا، اليوم الحمد لله الناس على بالهم من خلال الإعلام وإيصال الكلمة الناس اللي لاباس بهم بالاعلام هذا اللي راهو الناس لحق بلي ميساج، تعرف الناس هذو الفقراء، تعرف كذا تعرف كيما نقولوا يلحق الميساج على مثال العالم، ماشي خال في دار في دار في حومه كذا، بلا ولا هادو ما يكونش الناس حنا هادو ما تقدرش تعرفهم. لي ميديا راهم يساهموا بنسبه كبيره تاع 80 حتى 90% في مساعده الناس اللي محتاجين، الجمعيات الخيريه كسوسوا يلحقوا عن طريقهم ولا عن طريق يدوموندي ولي كوردوني تاع لي جون إن الإعلام أصبح اليوم يلعب دور محوري في المساهمة في مد يد المساعدة للفئات الهشة من خلال حصص تلفزيونية نراها، يعني تجذب الناس الذين ينمون مساعدة الغير كحالة مرضية أو حالات خاصة. كاينين بزاف، كاين برامج، كاين جمعيات خيرية هكذا في الآخر، يقدر اللي عنده يروح يساهم هكذا، شغل ما يمدش دراهمو هكذاك وما على بالوش وين راح ولا، بصح كيما دوكا لا عندك شغل على بالو واش راه يساهم. العالم كومبلي ولا كانه قرية صغيرة، يعني تعرف بهذا الإعلام يكون عنده دور هام جدا يعني في نشر الخير ونشر عن طريق برامج، عن طريق بزاف حاجات، يعني تقدر توصل الافكار نتاعك، تقدر توصل الخير نتاعك، تعرف وين راح يروح الخير نتاعك. بالنسبه للاعلام يقدر يكون وسيله فعاله في عمل الخير في شتى المجالات، على مستوى العلاج او الصحه او التعليم او حتى الناس يكونوا محتاجين، ممكن الاعلام يدخل في الموضوع هذا ويساعد عن طريق الصحافه، عن طريق الاعلام المسموع والمكتوب والتلفزيون كمان. وسائل الاتصال تسرع عمليه فعل الخير، علاش؟ لانه رانا في وقت السرعه، ممكن انسان مريض ولا بزاف مرضى يوصلهم المساعدات عن طريق هذه الوسائل، وسائل الاعلام، ومن خلال هذه وسائل الإعلام يوصلوا عليهم المعلومات عند الجمعيات الخيرية ويقدموا لهم مساعدات تعجل بشفائهم. دور الإعلام في فعل الخير حاجة مليحة، كما قال ربي سبحانه في كتاب ففعلوا الخير لعلكم تفلحون، والخير هو النجاح والفلاح، هذه هي. وما دابنا يكثروا الحصص في الخير، هذه هي كما قال الخير فيما اختاره الله. إذن كان هذا هو صبر الآراء اللي قامت به زميلتنا حياة سعودي حول موضوع دور الإعلام في الترويج للعمل الخيري وتفعيل هذه العملية على أرض الواقع، باش نعرفوا أنه العمل الخيري والعمل التضامني ليس فقط كلام بل هو فعل، وفعل يجسد على أرض الواقع باش نجنيه الثمار نتاعه
سواء في أقرب الأجال أو الأجال بعيدة، لأنه في المجتمع اليوم دي الخير غدوة تلقاه، بعد غدوة تلقاه إن شاء الله في شرائح المجتمع المختلفة. لهذا الغرض وجهنا دعوة لضيوف باش يثريوا هذا الموضوع، لأنه حقا وفعلا وأكيد أنه عملهم واضح في الميدان. ربما الناس كاين اللي تعرفهم كاين اللي ما تعرفهمش، لكن بمجمل في مجمل القول نقول أنه عملهم فعال في المجتمع. خلوني في البداية نرحب بالسيد موسى قوادر، وهو طبيب ومعد برنامج فاستبقوا الخيرات في قناة القرآن الكريم، القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد لوجودي معكم لهنايا لنكتمل فعل الخير إن شاء الله. إن شاء الله. نحن أسعد لتعرفنا عليك هكذا باش ناس يعرفوا، لأنه كان كثير الناس اللي تتابع برنامج فاستبقوا على القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري وما يعرفوش المؤدين قد ما يعرفوا مقدمي البرنامج. كذلك نرحب بالسيدة سامية عنو رزيق. مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بكل الضيوف الكرام وبكل المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا في هذه الأمسية وفي هذا البرنامج لفعلا جزائر الخير. أكيد. وإحنا زين نقوله أنه سيدة سامية هي صاحبة برنامج قلوب رحيمة بالقناة الأولى بالإذاعة الوطنية. مرحبا بك. وأكيد الناس عارفينك وسامعينك ومتبعينك، وأكيد رح يعرفوا أكثر دور هذا البرنامج في تفعيل العملية الخيرية. كذلك نرحب بالسيدة سامية قطوش وهي أستاذة في علم الاجتماع. مرحبا بك. أهلا وسهلا. السلام عليكم وأهلا بكل ضيوفك الكرام، ويا رب تكون طلة مميزة خاصة عندما يكون الهدف خدمة الجزائر الحبيبة. أكيد. شكرا لحضورك معنا. وكذلك هو ضيف كان مر معنا في البرنامج، جز معنا في البرنامج وعملهم متواصل، ربما هم في الخفاء أكثر من نحن اللي نبانوا، ربما نكونوا نهضروا لكن هم عملهم أكيد في على أرض الواقع. مصيني سأو عبد القادر، مرحبا بك. الله يسلمك، متشرفين وبارك الله فيكم. انتم من مجموعه ولا تيسير؟ جروب تيسير على الفيسبوك. على الفيسبوك. الفيسبوك. راح نزيدوا نتكلموا اكثر على البرامج لانه عرفناكم من قبل، راح نزيدوا نعرفوا وين راكم لاحقين وش راكم تديروا وش هم البرامج اللي عندكم. لكن السؤال الاول هو سؤال عام لكل ضيوفين. بدنا مع السيد قوادر. الان كاين بزاف ناس تجهل دور الاعلام، خاصه الناس العاديين كما نقولوا، ما نقولوش الناس اللي تشتغل في المجال ولا اللي مثقفه مطالعه، لكن ما يعرفوش دور الاعلام. يقول لك الاعلام ما هو غير وسيله لابراز المشاكل الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه للمواطن، لكن ما يعرفوش دوره في تفعيل فعل الخير على ارض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقه الاعلام راه مديور باش يوصل الرسالة للمواطن وباش يشرح الأمور اللي عايشها المواطن. وكاين يعني إعلام إيجابي وكاين إعلام سلبي. المشكل هو مطروح في هذا. الإعلام الإيجابي هو الإعلام اللي يثقف المتفرج، يعطي له معلومات أخبار قبل ما نلحقوا للعمل الخيري. مالوريزمون يعني للاسف رانا نشوفوا بزاف ثاني كاين الاعلام السلبي اللي يشوف غير الحوايج اللي ناقصه اللي ما دارتش. وحنا في الحقيقه تاعنا نحبوا يكون الاعلام ايجابي باش نشجعوا هذوك الناس اللي راهم يعملوا في العمل هذا العمل الايجابي اللي رانا نتكلموا عليه في الميدان في عمل الخير. الإعلام عنده رسالة، عنده رسالة. كان إنسان محتاج وكان إنسان اللي قادر يعاون. ربما هذاك اللي حاب يعاون ما يعرفش وين يعاون، والمحتاج ما يعرفش وين يروح. دور الإعلام في المجال الخيري كما رانا نخدمه كامل هكذا هو إيصال المحتاج للإنسان اللي حاب يعاون. هذه أولا. ثانيا شرح الوضعية نتاع الإنسان هذاك المحتاج، و يعني تشجيع الناس باش يقدروا يعاونوا. وثالثا يحب يكون نحب نكونوا يعني كقدوة. أكيد. ما رانيش أنا برك اللي راني ندير في الخير،
انا ندير خير من جهتي وانت دير خير من جهتك كما شفتني انا ندير انت دير والاخر يدير ايتترا باش يعم هذا الفعل الخيري المجتمع كامل ونبقى ونمشي ان شاء الله في الايجابي ان شاء الله ان شاء الله. الان مدام معنا السيده ساميه قطوش وهي استاذه في علم الاجتماع، ظاهره فكره الناس عن الاعلام انه من احسن الوسائل للترويج للفعل الخيري، لانه الامر البسيط في حي ولا في مدينه ولا في مجتمع ما، فعل الخير يقتصر على الناس تعرف بعضها، لكن الاعلام بشكل عام ربما هو احسن وسيله للترويج لهذه الفكره، فعل الخير والتضامن في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية مجددة لكل الضيوف الكرام ولك أيضا أستاذ عماد. موضوع اليوم أعتقد رائع إذا توفقوني الرأي الأساتذة الأفاضل، لأنه يتحدث عن فعل الخير ويتحدث على كيفية توظيف الآلة الإعلامية في خدمة الخير، ويعرف جميعنا بأن هذه الوظيفة قد تكون سلبية وقد تكون أيضا إيجابية. كما يعرف الجميع وسائل الإعلام تخاطب الملايين من البشر. ضمنيا تقول الدراسات أنه هناك عدد ساعات لليقظة يقضيها الشخص أو الإنسان المعاصر في التواصل مع تكنولوجيا الاتصال أو مع وسائل الإعلام تقدر ب 70%، بمعنى أنه 70% من ساعات يقظتنا نقوم بالتواصل فيها مع تكنولوجيا الاتصال أو مع الآلة الإعلامية. بمعنى آخر 8 ساعات يقضيها الرجل العادي أو الشخص العادي في التواصل أيضا مع هذه التقنيات. هذا البعد الكمي في الحقيقة عنده دلالة اجتماعية كبيرة جدا، وعنده دلالة أيضا ثقافية إن شئت واسعة النطاق، يمكن أن نحدث لها إسقاط سوسيولوجي ولا قراءة سوسيولوجية. بمعنى أنه يتضح علميا بأن اليوم في زمن العولمة أصبحت الصورة أهم شريك يومي للبشر. بمعنى آخر وبكلام أبسط، أبنائنا مثلا أصبحوا يتعلمون أو لديهم استعداد للتعلم أو قابلية أكثر للتعلم من خلال الصورة ومن خلال السمع، ولذلك فهم يتعاملون بطريقة أوسع مع الصورة ومع الاستماع، وبالتالي نطاق التعلم أو نطاق عملية التعلم أصبحت تهيكله بطريقة أو بأخرى هذه الآلة الإعلامية. ضمنيا نحن نقول أن الإعلام يمكن أن يصنع حقيقة عملية برمجة إن شئت للعقول إلى درجة أكبر من ذلك. بعض الخبراء اسمحي سيدتي، برمجة ليست سيطرة، لأنه برمجة ليست سيطرة. أستاذ عماد، في كثير من الأحيان اليوم في زمن العولمة تخلى البعض المتطورون جدا في مجال الأسلحة تخلوا عن الأسلحة المادية واختاروا بدل ذلك استعمار البلدان من خلال استعمار العقول، يكون ذلك من خلال توظيف الإيديولوجي من خلال التوظيف الإيديولوجي للآلة الإعلامية. وأنت في مجال الإعلام أكيد أستاذ أكيد عماد أكيد تعرف كما يقول ماكلوهان أنه التكنولوجيا تحمي الإيديولوجيا، بمعنى إذا أردنا أن نسيطر على المجتمعات نسيطر على عقولهم من خلال نشر بعض الأفكار، كما تفضل دكتور قوادي وقال أنه للأسف الشديد بعض الممارسات الإعلامية أصبحت تمارس ثقافة التشويه عوض أن تمارس عملية الاستثمار. الذي يحدث عادة أن الآلة الإعلامية تمارس نوع من إن شئت بالمنطق الإعلامي إعادة مونتاج للعقول، فتحاول بذلك كسر بعض الممارسات أو المبادرات الخيرية وتشوه منظرها إلى عكس ذلك. وأعتقد أنه اليوم إن شاء الله من خلال إن شاء الله حتكون أحسن صورة للسيطرة على العقول من الناحية الإيجابية إن شاء الله. إن شاء الله نروح الآن للسيدة سامية. الآن في الإذاعة والعمل الإذاعي وفعل الخير، الآن احنا في التلفزيون ممكن الصورة أقرب وأسرع أن يشوف وعلى باله أن يروح ونوريه، لكن في الإذاعة هو الصوت ونقل هذه الصورة من خلال إعلام سمعي للإعلام السمعي للمستمع. كيفاش ممكن تأثير في عقل مستمع باش يؤدي واجبه من ناحية التضامنية في المجتمع؟ أستاذ عماد، أولا شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. ومرة أخرى أرحب بالضيوف وبكل مشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا ربما سنوات هما يسمعوا فينا عبر الإذاعة أثير الإذاعة. اليوم رانا موجودين على المباشر هذا شرف لنا، شرف لنا كبير في هذا البرنامج الجميل جدا، لأنه لما نقول جزائر الخير اسم على مسمى، فبذرة الخير موجودة في كل جزائري وجزائرية، هذا أكيد. البرنامج قلوب رحيمة يبث عبر الأثير منذ 28 سنة، تصوري 28 سنة من البث الإذاعي، من خلاله نحاول أننا نكون همزة وصل، أؤكد على هذه الكلمة، همزة وصل بين الناس الخير والناس اللي فعلا بحاجة
أننا نرسم دمعة نمسح دمعة ونرسم ابتسامة. هذه الشريحة من المجتمع لربما بحاجة ليد المساعدة، سواء ما قدرتش يعني بإمكانياتها المادية القليلة أنها تعالج نفسها، ربما فيه علاج خاص مثلا لو نتكلم على مرضى السرطان، العلاج الكيميائي والعلاج عن طريق الأشعة يعني الغاديوثيرابي. فيه ناس اللي ربما المواعيد بعيدة وما لحقوش وما عندهمش إمكانيات، فمن خلال هذا الفضاء في عائلات جزائرية اللي كثير محافظة يعني ربما تخاف من الكاميرا ما تحبش تبان، فمن خلال هذا الفضاء التضامني عبر الإذاعة فقط الصوت نحاول أننا نوصل هذا النداء، هذا الصرخة، الصرخة نتاع هذه الأم أو الصرخة نتاع هذا الأب اللي بحاجة ربما يعني طرق في كل الأبواب وما وجدش يعني أذان صاغية. فمن خلال هذا الفضاء ومن خلال هذا البرنامج المتواضع الذي يبث كل يوم أحد من 10 إلى غاية 11، نقول لك بكل صراحة 28 سنة من العمل الإذاعي في هذا الفضاء، كل مرة شيء جديد أكيد. وكل مرة فيه محسنين ما شاء الله، أنا اللي نحييهم من خلال هذا أكيد. الفضاء أكيد. ونقول دائما إن شاء الله الله يجعلها في ميزان الحسنات وليكثر من أمثاله. أمين يا رب العالمين. نحن عم نولي لكم ضيوفي الكرام فيما بعد، باش من بعد رح نتكلموا على المنافس للإعلام السمعي والمرئي والسمعي البصري والمكتوب كامل، هو التواصل الاجتماعي. فيما بعد رح نعاود نولي لك مسينيسا، لكن قبل هذا زميلتنا نبيلة عوفي رصدت لنا الفعل الخيري من خلال الإعلام في الجزائر، من خلال العمل اليومي والمجهود الكبير اللي يقوموا به كل زملائنا في الإذاعة، في الصحف، على الفيسبوك، في قنوات التلفزيون الجزائري الخمس. راح نشوفوا هذا التقرير اللي قامت به زميلتنا نبيلة عوفي، ونعود نوليو دائما في جزائر الخير. عرف العمل الخيري خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في المجتمع كمساعدة الأسر المحتاجة، علاج المرضى وإعانة المقبلين على الزواج وغيرها من الأعمال الخيرية، والتي سلطت عليها الضوء مختلف وسائل الإعلام من حصص وبرامج إذاعية وتلفزيونية، حيث كان للتلفزيون الجزائري الأسبقية في مثل هكذا حصص في التسعينيات. دولة الإعلام المعلم قدقون متعدد بقنواته المتلفزة والسمعية، قدرنا نغطي وربما نقدر نقول شوط كبير من خلال تقديم هذه الخدمات، أنه يصبح الإنسان على باله بلي مراش وحده يعاني، بالعكس. وحتى لما نقول همزة وصل، الناس ربما اللي ربي وسع لهم الخير ما عرفش وين يروحوا، يقول لك أنا عندي المال وحب نقدم مساعدة، لكن ما نعرفش هاد الناس وين جايين وين يسكنوا وش يحتاجوا. إذا الإعلام ربط بين هاد الناس اللي عندهم المال، قال حب تعاون عائلة فلانية راهي في مكان فلاني. وقصد الاستفسار أكثر عن دور الإعلام في تفعيل ونشر ثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع، حضرت كاميرا حصة زي الخير كواليس حصة قلوب رحيمة التي تبثها القناة الأولى أسبوعيا. نربط المحسن والمريض مباشرة، وحنا ما عندنا أي دخل. هذه هي كاين بزاف محسنين ونشكرهم بزاف من كل نواحي الوطن وخارج الوطن. اتصلت بالحصة تاع قلوب رحيمة القناة الإذاعية الأولى، والحمد لله ما كانش وقت كبير، عاودوا يجاوبوني ولباو النداء تاعي فيما يخص ابنتي رقية، 6 سنوات، مصابة بشلل حركي دماغي بحاجة إلى عملية جراحية. وراني متفائل إن شاء الله مادام كاين ناس الخير. الحمد لله الجزائريين معروفين بالتضامن. وراني متفائل إن شاء الله مادام كاين ناس الخير. جيت اليوم الحمد لله يا رب، كاين الناس عيطوا، كاين الناس عاونوا، الحمد لله يا رب. عندي طفلة مريضة صافي شحال وأنا نجري عليها، بقى لي غير الباب واحد، لجأت للباب الخير، راه يعني قدام الناس كل تاع الخير ربي يكثر من مثله. والجزائر راهي بولادها ومزل عندهم النيف. نسبه نجاح هذا البرنامج كبيره جدا، والدليل هذا التفاعل الكبير. طبعا الصحفيه عندها دور، والاخصائي النفساني ايضا عنده دور، وين يشرح هذه الحالات ويقدم تحليل نفساني. واش نلاحظوا ايضا كل ما يكون فيه تحليل اكثر واستيعاب لهذا الظرف الصحي نسبة تجاوب أكثر أيضا،
لماذا؟ لأنه الشخص قبل ما يقوم بعملية الإنفاق أو الصدقة لازم يفهم الرسالة، ما معنى تلك الحالة، ولازم يتأثر يعني نفسيا في ذاته باش يكون عنده هذا السلوك الإقبال على الإنفاق. كما تساهم وسائل الاتصال الحديثة كشبكة التواصل الاجتماعي في تجسيد العمل الخيري وتقديم المساعدة لمن هو في حاجة إليها، وهي وسيلة تعمل على تسهيل مهام المتطوعين عبر صفحة الفيسبوك. فيسبوك احنا هذا سهلنا المأمورية بزاف، وقراص التواصل الاجتماعي هذا يعني ولينا في الظرف وجيز كما يقول لك نكونتاكتيو بزاف عباد وعباد يتكونتاكتي فينا. كون تجاوب كبير الحمد لله، تسمع ناس تعاون ناس الخير الله يبارك. وبتنوع وتعدد وسائل الإعلام والاتصال التي تعمل على تفعيل العمل الخيري، يبقى الهدف الأساسي من وراء تقديم هذا النوع من البرامج هو توطيد أواصر المحبة والتضامن ورسم أجمل صورة للتكافل الاجتماعي. أكيد أنه العملية والحركية في كواليس العمل الإعلامي باش نوصله الصورة أجمل للشعب الجزائري، للمواطن الجزائري اللي ماشي صورته دائما أنه يحتاج إلى مساعدة من ناحية معينة، هو محتاج إلى مساعدة في حياته اليومية. ماشي مثلا احنا نشوفه في الإعلام عادة الناس تشكي ما داروا ليش ما عنديش ما، لكن كاين ناس محتاجة لأبسط أمور ربما تغيب عن ذهننا. لكن الإعلام بكل أنواع، يعني نقول يعني التلفزيون إذاعة والتواصل الاجتماعي قايمين بهذا العمل لإيصال هذه الصورة الحقيقية للإنسان المحتاج الذي يبحث عن مساعدة، والمساعدة موجودة لكن تجهل شكون تعاون. فالإعلام يوصل هذه الصورة الجميلة، نأكد على الصورة الجميلة لأنه كفانا تشويها للصورة الجميلة الموجودة في المجتمع الجزائري. على هذا نروح للتواصل الاجتماعي، الجروب اللي ظهروا على هنا والهيك من خلال صفحات الفيسبوك، خاصة الفيسبوك التواصل الاجتماعي اللي تلقاهم يخدموا لين ونهار، وقتهم ماشي ليهم ماشي عايشين حتى مع ديارهم باش يفعلوا عمل الخير. وانتم فوج تيسير اللي كنتوا معنا وعرفناكم من قبل، لو كان ذكر المشاهد تيسير وش داروا وش راهم يديروا. أولا نشكرك على استضافة. مرحبا بكم. احنا تيسير عبارة عن شباب، مجموعة من الشباب تعرفنا عن طريق الفيسبوك واتفقنا واجتمعنا. الأوبجيكتيف الأول والأخير هو الخير. وبعد درنا تلاقينا مع شباب هكذا اتفقنا باش نديروا الموضوع تاعنا هو البيئة والإنسان. البيئة والإنسان والمحيط تاعو. أول خطوة درناها هي لجرين داي غرس الأشجار مع مجموعة من الجمعيات واحد أخرين. درنا تاني كاين عباد نشكرهم في هذه الحصة، ما رمشي على كل حال عباد جنود الخفاء كما نقولوا اللي طوعوا بكراسي المتحركة لفئات المعوقين. قمنا احنا بإكرام المعوقين ودرنا تاني مع مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي، رحنا لدار العجزة. والموضوع تاع الفيسبوك يبقى توجور موضوع هام. علاش؟ بيسك الفيسبوك أي شخص ما كانش شخص هكذا ما عندوش فيسبوك، ولا يكون عنده قارب تاعه ولا في دار ما كانش فيسبوك. احنا لانفورماسيون اللي تجينا ولا المساعدة اللي تجينا ولا بيسك يعرفوا بلي احنا جمعية تجمع رول تاعنا هو إيصال المعلومات، يعيطونا ولا يتصلوا بنا ولا يكتبوا لنا فوالا انا سحقيت هكذايا واش نديروا احنا نببليوها نشر. اكيد تنشروها كي نشروها هذاك كاين وين ينشروها ديريكت هما نشروها ديريكت نبدو تليفون تاعنا باش هما نتلاقاو باش نلاقيو المحتاج مع الاخر مع الانسان اللي يساعد وكاين وين الانسان هذاك اللي يساعد ما يحبش يبان يقول لك يا خويا انا ما نبانش انا نمدلي وجهي لله هكذايا تصدق في السير كما قلتي. ومن بعد حنايا نديروا الحقوا لا حتى اللي بان يتصدق لله ما تحت ود بيناه. وخرجت الكلمه الان المشهوره اللي كانت تنقال بكري دير الخير ونساه. الان دير الخير وتصور معاه، لانه لما تتصور معاه راح لما نصورك ونصور سيده ساميه وسيد قوادر وسيده ساميه كذلك انه موجودين وحابين الخير، ما همش هنا باش يزوخوا ولا باش يشهروا، بالعكس باش يكونوا احسن صوره. ما دمتم شباب، هي السؤال دائما مطروح للشباب اللي راهم في الفيسبوك، علاش خيرتوا الخير على الفيسبوك
كاين بزاف شباب دايرين صفحات رياضيه، صفحات فنيه ثقافيه، انتم درتوا صفحات خاصه بالخير، وعلاش في رايك انت في كشاب جزائري؟ علاش درنا هذا هو المهم. علاش؟ بيسك الخير، بيسك في المجتمع تاعنا عندنا بزاف طبقات محرومه. طبقات محرومه وما كاش لي تسمى قليله هكذا ما يبانوش، كاين اللي حشموا يدوموندي وكاين على بها شغل. حنا درنا بهذه المبادره باش ماذا بينا حنايا نديروا انسير واسمو توازن في المجتمع. اكيد لازم نديروا هكذايا. ربي يعاونكم ان شاء الله. راح نعاود نولي لك ماسي نساء بعد ما نشوف السيد موسى قوادر. الان فكره فاستبقوا كيفاش كانت مبنيه، كيفاش جات، وعلاش تم اختيار هذا البرنامج حتى يبث على القناه الخامسه، قناه القران الكريم للتلفزيون الجزائري؟ هي يعني للتذكير وللتاريخ، حصه فاستبقوا الخيرات هي اول حصه اللي تبث عن طريق التلفزه. الخطر كاين الاخت سميره هي 28 سنه وهي في الاذاعه، اكيد هما الاسماء ايه. على بال اول حصه اللي تبث في التلفزه لتقديم مساعده، سواء مساعدات اجتماعيه نعاودوا نقولوا ليها من بعد، ومساعدات طبيه الناس اللي محتاجين الى دواء، الى عمليات جراحيه، الى غير ذلك. والحصه كانت هي السباقه لانها بدات في 2009، وفي سنه 2009 ما كانتش، كانت غير الاذاعه الوطنيه، ما كانوش القنوات هذو اللي الحصه رانا نشوفوها تقريبا في كل القنوات، ولكن بطريقه شويه مختلفه. الحصه تاع فاستبقوا الخيرات ربما تتميز اولا انها تابعه لقناه القران الكريم، وقناه يعني محترمه أكيد. والناس يعني يثقوا فيها بزاف، على خاطر رايحين نعاودوا نوليو من بعد نتكلموا على الثقه. نتكلموا على الثقه شيء مهم بزاف. ثانيا احنا الحصه تاعنا متكونه من المشرفه السيده نصيره مزهود اللي نحييها، والاستاذ فارس مزدور اللي يمد الموعظه للناس عن الطريق الديني، والمتحدث انا كطبيب اللي ندرس الملفات ونشوف الملفات اللي يحتاجوا، والملفات اللي ما نقدروش ناخذوا فيهم قرار نروحوا نشوفوا اصحاب الراي. كل يوم راني نتنقل المستشفيات باش نشوف الاساتذه كاين اللي نقدروا نحلوا لهم مشاكلهم خارج الاذاعه، خارج التلفازه، بلا ما ننشروهم. كاين اللي يتحتم علينا باش ننشروهم. بصفه عامه هذه هي يعني التاريخ نتاع حصه فاستبقوا الخيرات. وفاستبقوا الخيرات حصه اجتماعيه طبيه دينيه، وكي نقولوا اجتماعيه عندنا بزاف الريبريك اللي فيها يعني وفيها بزاف النشاطات. عندنا نشاطات اجتماعيه كثيره، كل مرحله نديروا اهداف. مثلا كانت في الدخول المدرسي، في الاعياد، يعني في كل موسم او مرحله في كل موسم كاين نشاط اجتماعي خاص. والنشاط الكبير اللي قامت به حصه فاستبقوا الخيرات هي النشاط اللي دام تقريبا عام للسنه الماضيه، هو شتاء دافية. كنا نجمعوا مواد غذائيه، بطانيات، الى غير ذلك، ووصلناهم حتى هذا من خلال الجنوب. سيدي هذا من خلال النداءات اللي تتوجه من خلال البرنامج، من خلال البرنامج. ووصلنا حتى يعني المناطق النائيه، وبينا يعني الناس المعاناه تاع الناس كيفاش راهم يعانيوا في هذه الاماكن النائيه هذه. لحقنا المنطقه 300 كيلومتر بيست جنوب جانات، وين ما كاين نيتريك، ما كاين الماء، ما كاين تريسيتي، ما كاين تلفزيون، ما كاين راديو، ما كاين والو. الناس يعني كي شافت الناس مازالهم يسكنوا في اكواخ، ضمنت اكثر. ولهنا نزيد لك جواب واحد اخر على السؤال الاول، هذا هو الدور الاعلام. صح. دور الاعلام اولا توصل الرساله
قال اهم الناس كيفاش راهم عايشين موجودين هاد الناس كاينين. اذا كان انت بار اكزومبل راك تنوض الصباح تلقى عندك الحليب تاعك والكرواسون كامل هكذاك، كاين الناس اللي راه عايش في العراء، كاين الناس اللي عنده 3 ايام ما كلاش، كاين انسان اللي راه صوره يعني مشات بزاف في تسمسيلت طفل لابس صباط وحده من زي وحده من زي دونك يعني الصور هذو يأثروا في أكيد ينقلهم الإعلام يأثروا في الإنسان وهذا هو الدور تاع الإعلام باش يأثر في المواطن ويدغدغلو ويحرك له هذيك الحساسية تاعو المشاعر تاعو باش يشارك أكيد. وزيدوا نقولوا أنه دور الإعلام ماشي أنه كما قلت نروحوا إلى أقصى نقطة في جانت باش نوروا هذ الناس يشكوا أنهم ما عندهم والو، بالعكس باش تلحق لهم المساعدة. هذا هو الفكرة. مش كاوش وكانوا الناس يعني شادين في ربي وقانعين ويعني عايشين العام عيشة بسيطة تاعهم، ويعني كان بزاف من المشاهدين اللي تفاجئوا لما شافوا ماشي غير في جانات، أكيد شفنا في تسمسيت في كل المناطق موجودة الميزيرية يعني بصفة عامة، وفي كل مناطق الشعب الجزائري هو شعب أبي، شعب خيري، صح. شعب خيري في الداخل، ولكن يحتاج ربما نطورها من بعد، يحتاج إلى 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 إرشاد، إلى توجيه، ويحتاج سورتو إلى الشفافية وإلى لا كونفيونس، على خاطر كي يكون عنده لا كونفيونس يمشي عينيه مغمضين أكيد. وهذا هو، ونخلي الكلمه ان شاء الله يعطيك صحه سيد قادر. احنا نولي لك سيده ساميه، 28 سنه في العمل الاذاعي، الناس تجهل، هم يعتمدوا انه الفكر عند المستمع ولا عند المواطن هو الحكم المسبق. احنا عاده ما يتم الحكم على اي برنامج خيري انه ما كاش منها انه هذه مخدومه. احنا الفكر انه الاعلام بعيد عن هذه الصوره، يعني بعيد عن الصوره السيئه، يعني فعلا فيه ناس تجي كما شفنا عينات بسيطه في بعد ما صورنا في البرنامج قلوب رحيمه، انه الناس تحكم بالسلب دائما على البرامج خاصه البرامج الخيريه، يقول لك ما كاش منها. واش نقدروا نقولوا للناس انه فعل الخير ماشي هكذا؟ تفضلي سيدي. اكيد العمل الخيري ماهوش سهل. اولا حتى الاعلامي لما يقوم بهذا العمل لازم يقوم من حب، لازم يحب هذا العمل، لانه العمل الخيري ماهوش سهل كذلك. مش سهل، صح. فيه تضحيات كثيره باش ينجح هذاك البرنامج، فيه انه ان نكرس وقتنا كثير من الوقت باش ينجح هذاك الفضاء هذاك. ونزيد نقول كذلك انه لما نقول 48 ولاية، الحمد لله الإذاعة الجزائرية كانت هي السباقة في هذا المجال، يعني أكيد. العمل الخيري لما نقول 28 سنة كان أول برنامج يعني يبث في 1992 بعنوان إلى ذوي البر والإحسان، يعني كان أول عنوان هذا هو. ثم انطلق برنامج آخر بالقناة الثالثة تخي جونيون اللي نحييوها سليم سعدون اللي كان يشرف عليه، بعد برنامج كذلك خاص بالتضامن بإذاعة القرآن، ثم انطلقت يعني انطلق التلفزيون ببرنامج استبقوا الخيرات، ثم القنوات الخاصة. لو نتكلم قبل قليل كان طرح سؤال للشاب يعني فيما يخص شبكة التواصل، قالوا يعني كان في كل واحد عنده صفحة خاصة به، انتو علاش اخترتوا الخير؟ انا كنت يعني ذكرت نقطة مهمة انه الجزائري في ذاته عنده بذرة الخير. فاحنا مثلا كبرنامج كيما هذا فيه جانب آخر، لانه الإعلام والعمل الخيري صح عنده دور كبير في ترسيخ العمل الخيري، لكن ما ننساش أنه في هيئات رسمية، فيه جمعيات اللي تنشط على مستوى القطر الجزائري. لو نتكلم مثلا في شهر رمضان، الحمد لله يعني كانت فيها موائد الرحمة، مطاعم الرحمة، يعني أنا متأكدة أنه ما فيه جزائري بات بلا غدا، يعني أنا متأكدة. والدليل على هذا شفنا يعني في هذا الشهر الكريم هبة كبيرة من الأعمال الخيرية اللي تابعناها من خلال شاشات التلفزيون، والدليل على هذا الخير كاين في البلاد. لكن ربما هذا الإنسان الخير اللي عنده أموال يخاف فقط، كل كان ربما نروح نقدم مبلغ مالي لكن ما على باليش لمن نمدو. احنا من خلال هذا البرنامج وبرنامج اللي يقدمه زميلي والدكتور اللي نحييه، فمن خلال هذا الفضاء احنا غرسنا كذلك الثقة في هذه المحسنين. أكيد. لما يتصل
يا اختي انا الانسان هذا اثر فيا وهذه الام اثرت فيا حاب نساعدها. يا خويا مرحبا بك، هاو العنوان تحب حتى انت تروح ما كان حتى مشكل، لانه احنا كمؤسسه اعلاميه ما نشد دراهم رسميه كذلك صح، ما ناخذ اي شيء، احنا عندنا رقم هاتفي ورقم حساب جاري خاص بصاحب النداء. فتصور انه هذا المحسن ينتقل الى مكان صاحب النداء ويتاكد ويعاود يتصل بنا. انا رحت وشفت وتاكدت وقدمت الامانه. ما شاء الله على بالك واحد الارتياح. ارتياح اكيد اكيد، وهذه هي الثقه انه اصبحوا يعني المحسنين هم اللي يساعدونا، هم اللي يقوموا بتحريات يعني تصور. فما ننساش كذلك جهد الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية يعني تستضاف من خلال البرنامج، إذا كان عندها نشاط تقدمه من خلال البرنامج، وحتى يعني شبكات التواصل يعني فيه كثير من المجموعات نتاع الشباب الجزائري اللي من هذه المنصة نحييه جداً. يعني ربما فيه ناس للجزائري فنيان لا أبدا، الجزائري فحل فحل وقلبه حنين. أنا نأكدها ونقولها، لأنه حتى المحسنين أغلبهم شبان شبان يعني. صح. صح صح، عادة ما يكونوا الناس، عادة أنا لما نكون في السيارة ونسمع البرنامج نعرف الناس كيفاش تتصل، تحاول تتصل، يكون في الطريق يحب يحول طريق تاعو باش يجي ويساعد، يحب يكون في حدث خيري. هذا واسع. سيدة سامية قطوش، الآن عاود نولي لك، مادام أنت على حسب معلوماتي أنك قمتي ببحث عنده علاقة بموضوعنا اليوم اللي هو دور الإعلام نظن في تفعيل العملية الخيرية ولا التضامنية، كيفاش كان البحث وعلى أي أساس قمت بهذا البحث وش لقيتي لما قمت بعملية البحث؟ طيب ممتاز، إذا سمحت لي فقط أستاذ عماد نعقب على كلام الأستاذة سامية وضمنيا على كلام الدكتور قوادري والشاب اللي معنا. أنا نوافقهم الرأي تماما، كنقول أنه للأسف الشديد من بين الأدوار أقول الدخيلة التي يمارسها الإعلام اليوم أنه يمارس عملية التشويه. اليوم في مجتمعنا الجزائري هناك بعض الثقافات أو تكريس لبعض ثقافات التثبيط التي نمارسها على شبابنا في جميع الميادين، وقد يكون الإعلام أولى هذه المنابر لأنه دائما تعرف الصورة تنقل الحقائق وتشارك ونتشارك معها وجدانيا. اليوم يراد أن يروج لبعض الصور النمطية بحيث تصبح هي اللي تشكل النموذج العام في المجتمع. صح. باللي شبابنا هم شباب كسالى وهم شباب غير مقدامين وما عندهمش إرادة، في الوقت اللي نشوف أنا صورة الأخ ماسينيسا مشكور على هذا النموذج الطيب وغيره كان ملايين كثر تماما. صح. صح. خاصة عماد على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما فيهاش هكذا مثلا شيء رسمي أو ممكن تكون تحفيزات أخرى إلى آخره، ومع ذلك نقولوا باللي هذه المشاركة بالذات في مواقع التواصل الاجتماعي واختيار كما تفضلت مشكور عملية الخير على خلاف كل العمليات الأخرى، أعتقد هو أكبر دليل على البذرة الموجودة في الشاب الجزائري وفي الفرد الجزائري، لأنه الفطرة فينا كبشر الحمد لله الفطرة السليمة هي الخيرية، وما عدا ذلك هو استثناء. كلما اتجهنا إلى اقتراف أي حاجة مرتبطة بالشر فهو استثناء تماما. لذلك نقول باللي في إطار البحوث اللي عملتها مثلا في دور الإعلام في نشر أو تكريس ثقافة الخير، نقول باللي بامتياز يمكن أن يعتبر أو تعتبر المنابر الإعلامية شريك رسمي ويصنع الفرق بطريقة أو بأخرى في مجال العمل الخيري. يبقى أنه يجب أن نتفق ضمنيا بأن الترويج للعمل الخيري أو العمل الخيري المقدم عن طريق الإعلام ليس بالضرورة إعلانا أو محاولة لجذب المساعدات ولا الإعانات المالية، ليس بالضرورة، ولكن هو ضمنيا أي نعم تقدر تكون بطبيعة الحال مساعدات مالية اللي هو الهدف المادي، ولكن ضمنيا العمل الخيري المقدم من قبل الإعلام يمكن أن يكون آلية من أجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة كما تفضلوا الأساتذة الأفاضل عن القائمين بالأعمال الخيرية مثلا، مقابل هذه الهجمات أقول التي تحاول أن تثير هذه الصورة البشعة على المتصدقين ولا على الناس القائمين على الأعمال الخيرية. يجب أن يمارس الإعلام وظيفته من أجل تجميل الصورة، لا أقول إعطاء صورة غير حقيقية، ولكن أكيد. تسليط الضوء أكيد. على الواقع الاجتماعي من خلال رسم ملامحه كما هو على كما الأقل. يعطيك صحة سيدة سمير، احنا عاود نولي لكم ضيوفي الكرام بعد ما نشوف هذا الروبورتاج اللي جانا من محطة ورقلة زميلتنا نسيمة جوجي اللي قامت به ورصدت لنا كذلك فكرة دور الإعلام في الجنوب راح يروحوا للجنوب الشرقي، ربما هنا في المدن الكبرى يعني ما نقولوش يسهل الأمر، لكن بالنسبة لهناك
مناطق متفرقة بزاف في الجنوب، كيفاش يوصل لها فكرة الإعلام وكيفاش نقدر نسلطوا الضوء من خلال الشاشة أو الإذاعة أو الصفحة أو صفحة التواصل الاجتماعي باش نلحقوا الأقصى منطقة في جنوبنا من خلال الإعلام. نشوفوا هذا الريبورتاج ونعود له. برامج يومية تبث عبر أثير إذاعة ورقلة الجهوية باللغتين العربية والأمازيغية، تتناول مواضيع متنوعة بتنوع أذواق مستمعيها لإرضاء من يستهويهم أثير الواحات. بالنسبة للبرامج الخيرية عندنا مثلا الأسرة والمجتمع مع الجمعيات، كلنا معنيون دين ودنيا وشهادة عبر الأثير. نسعى إلى مد يد المساعدة عن طريق المباشر وطرح العديد من المواضيع الخيرية. همزة وصل دائمة هي الإذاعة، نظرا لخدمات تقدمها من الناحية الاجتماعية الثقافية والتربوية، تحقق أهدافا من خلال بث دائم ومتواصل تختلف روافده ومنابعه لتتوحد وتصب في نهر الخير. برنامج مبادرات جمعوية هو برنامج ضمن الشبكة البرامجية لإذاعة الجزائر من ورقلة، برنامج يتناول في مجمله مختلف المبادرات الجمعوية التي تقوم بها الجمعيات النشطة على مستوى ولاية ورقلة. الإذاعة هي همزة وصل ما بيننا وبين يعني المستمع ولا المشاهد، يعني كل ما يكون عندنا مناسبة إلا دائما يعني بارك الله فيهم يجوا دائما يساهموا معنا. ولأن الأساليب المتبعة في مسالك الخير عديدة، شبكة التواصل الاجتماعي تواكب هذه المعطيات، فمن شأنها ترسيخ ثقافة التآزر والتكافل بين كل الفئات. الإذاعة ترافق الأعمال الخيرية من خلال تغطياتها لهذه الأعمال التي بالعادة يشرف عليها ويدعو إليها ويقوم بها جمعيات، مجتمع مدني، مواطنين وحتى مؤسسات خيرية. منبر فعال يساهم في الترويج للأعمال الخيرية وزرع ثقافة التآخي والتواصل من خلال متابعة متواصلة ومكثفة لأنشطة تتعدد أطرافها ويبقى هدفها هو الجامع. إذن قد ما نهضروا على الإعلام نلقاو أن الإذاعة الوطنية دورها كبير، لأنه كيفاش يقولوا مسالك تاعها أسهل من التلفزيون ومن صفحة الفيسبوك ومن الجريدة، ربما الإنسان يحبط لما يكون في أي مكان ممكن أنه يسمع الإذاعة في أي مكان يقدر يكون فيه ويوصل له الرسالة. احنا لما عادة في برنامج جزائر الخير لما نوجه دعوة لأي جمعية ولا أي فوج ولا أي إنسان باش يتكلم على الخير لا يرفض، يقول لك بكم لنقدروا نوصلوا واش رانا نديروا حقا باش الناس تشوف. احنا نعتبر كما قالوا كامل الناس همزة وصل توري الناس اللي تدير الخير باش يعرفوها الناس المحتاجين، ونوروا الناس المحتاجين باش يعرفوا الناس اللي تدير الخير وراهم المحتاجين منتشرين على 48 ولاية في 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 الجزائر. مقبل السيد موسى قوادر استعمل كلمة ميزيرية، نورمالمون الكلمة هذه شوية تقيس شوية صعيبة، كيفاش الشباب تاعنا يقدروا يوصلوا الصورة الحقيقية تاع الشاب الجزائري اللي يدير الخير حقا؟ لأنه يقول لك الشاب الجزائري داير صفحة فيسبوك ما على بالناش راهم يجمعوا في دراهم، راهم يدوا في دراهم، كي بروف باللي شكون يقول باللي صح راح يتعاونوا. كيفاش نقدروا نصحوا نوروا الصورة الحقيقية لأي مواطن يعرف أنه شباب دايرين صفحة فيسبوك باش يعاونوا صح باش يديروا الخير؟ هي الفيسبوك صح، ناس بزاف ناس وبزاف كاين عباد كيديروا دوموندي مساعدات ولا يقول لك انتم راكم تدوهم راكم. هي افضل طريقه وافضل الاخر باش نفهموهم، وهي انه هذا من العالم الافتراضي نخرجوا لعالم الحقيقه. هاي لك انا واش دينا واش جبنا، هاي لك نديروه على نوزعوه. درنا باغ اكزومبل كي غرسنا الاشجار كي درنا نسقنا بين الجمعيات باش نغرسوا الاشجار كاعيتك، قال لك واش انتم راكم تسقموا البيئه انتم هكذا. كاين عباد يصابوطيوك صح اكيد، هذه يصابوطيوك، ولكن 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 اغلبيه راهي تدعمنا لو كان معنويا صح. هو التدعيم المعنوي خير من التدعيم المادي. علاش كي يجي واحد يوقف معاك
يوقف معك يشجعك واحد يوقف معك الاخر يوقف مع هذاك تلقاهم عند جروب هكذا يخدموا صح على بها الفيسبوك الفيسبوك دركا كما الاستاذ الاذاعه صح الاذاعه هي اللي تخدم باسكو راهي في ربع الوطن ما بالصحراء مي تلفزيون شغل ما التلفزيون كاين في الصحراء ما دركا الفيسبوك دركا الطرواجي هذه خلاص دركا ولات عامه دركا تلقاه في اقصى الحدود تلقى عنده الفيسبوك تلقى عنده طرواجي خلاص ولكن ميزه التلفزيون التلفزيون انه يحمل الصوره والصوره قد تكون مؤثره صح ميزه الراديو ميزه الاذاعه انها سورتو في البيوت صحيح المراه ما تقدرش ترفد التلفزيون تاعها للمطبخ تاعها بصح ترفد الجهاز الراديو يا استاذ ولاو يديروا تلفزيونات في المطبخ وفي هذا الاذاعات الجهويه يعني لعبوا دور كبير لعبوا الدور الكبير على خاطر كل منطقه تتبع الاذاعه الجهويه تاعها هو ودير المشكل اللي طرحته دركا هو مشكل ثقه مشكل ثقه مهم جدا الطريقه يعني احنا هما نعترفوا ما نعترفوش بالعمل تاعنا اللي نتاع حال تاعنا ما نعرفوش بعضنا الا اننا نسلكوا نفس الطريقه سواء في قلوب رحيمه ولا في فاستبقوا الخيرات احنا ما ناخذوش حتى سنتيم على انسان انا يجوني للعياده قال انا ما نقدرش باش نروح ندفع المال للسيد هذاك عجبني ولكن ما نقدرش ندفع ممنوع علينا باش ناخذ المال لان المال كي تاخذه الانسان المحسن ربما يشك يقول لك ولو وصل للمحتاج ربما وصلتش الكميه كامله المحتاج كي يلحقوا هذاك المساعده ربما يقول لك جاتني مساعده اخرى وما لحقتنيش دونك احنا باش تكون الثقه التامه احنا كما كانت تقول الاخت احنا وسيله باش نربطوا المحتاج بالمتصدق مباشره مع بعضهم سواء عن طريق الرقم الحساب الجاري تاعو ولا عن طريق الرقم الهاتف نذكر بحاجه يعني المواطن او عنده حق باش يشك لانه كاين الارناك اكيد كاين الغش والناس كاين الغش وكاين واسمو انا شاهدت دخلت المتجر باش نشري لقيته حاط هذاك الحصاه الشحيحه هذيك ومصورين فيها ان اونفون اللي عنده اون ام سي اللي ام سي انا عندي 50 ملف في حصه استبقوا الخيرات ولا اكثر ما عندهمش عمليه جراحيه اللي تبريه ويولي يمشي ويولي يجري كيما الاخرين الور مصورينه في الفوتير ولا نتاعو قال هذا الطفل هذا فلان يحتاج الى عمليه جراحيه ب 600 مليون ولا ب 800 مليون عاونوه انا نظن باللي اشياء كيما هذو ما نقدرش نثق فيهم اكيد نوع اخر من الاحتيال نوع اخر من الاحتيال هي ظاهره موجوده دكتور ظاهره موجوده على هذه اللي نذكر بها كذلك هذا ودو الاعلام هو فضح هذه الممارسات الغير شرعيه اللي تتعلق بالخير ابتزاز الناس من خلال فعل درك رانا نشوفوا حتى في الجرائد حتى في معلقات في القهاوي في المساجد قال عاونوا فلان هاو الحساب الجاري تاعو الحساب الجاري تاعو اولا ما نقدروش نعرفوا باش نحطوا الحساب الجاري نتاعو هو يحتاج مثلا 100 مليون ما نقدروش نحن نعرفوا اذا كان دخلت له 100 مليون ولا دخلت له اكثر احنا عندنا في حصه فاستبقوا الخيرات متابعه الانسان هذاك المحتاج اللي رانا نقدموه كل ثلث ايام ولا كل ربع ايام يبعث لنا لو ريلوفي نتاعو باش نعرفوا شحال دخلوا الدراهم باش نهار تدخل الكميه نتاع الاموال اللي يحتاجها نحبسوه يروح يدير العلاج نتاعو وما يبقاش الناس يعطيه له باركونتر في هذوك اللي يحطوا المناشر ويحطوا الاخر واحد ما يقدر عنده الرقابه عليهم يثبت ما يثبت لا راهي كاينه صحيحه ما يثبت باللي كاينه عمليه احنا في الحصه تاعنا نتكلم يعني بكل وضوح انا ندرس الملف طبيا ولازم يكون الطبيب نتاعو يقول لازم له العمليه وإذا كان عملية ما تندرس في الخارج لازم ما تدرس في الجزائر لازم تكون شهادة اللي تقول ما تندرس في الخارج وأنا نقرأها ونقنع بها وإذا كان ما قنعتش نرفد الملف ونروحوا للمختصين باش نتأكدوا باللي هذاك الإنسان محتاج صح العملية نتاعو ماشي برك بالفم اللي راه يقول
العملية نتاعي، على خاطر قلت كلمة مليحة، التفكير المسبق قال لك هنا ما كانش سبيطارات، هنا ما يداويوش، هنا البيستون، هنا كذا، هنا كذا. الأسبوع اللي فات أنا رحت في زيارة نسميوه معليش المستشفى الزميرلي سيرفيس تاع جراحة الأعصاب، يسون على بوينت دو لا تكنولوجي، يسون على بوينت دو لا تكنولوجي. كان العمليات داروهم من أصعب العمليات وشاهدناهم بعينينا الحمد لله. ولكن ما نبقاش عندنا هذيك الفكرة نتاع لو ريزونمون مسبق، هذاك قال ما راهمش يديروا ولازم لك المعرفة ولازم لك الدراهم ولازم لك الرشوة ولازم لك هكذا، هذه لازم نتفاداوها ونتقدموا للأمام ونتقدموا للأمام بفكر أحسن وفكر خيري أحسن. نعم. سيدة سامية، نعود لي البرنامج قلوب رحيمة. عادة احنا أكيد أنت فخورة بعمل إذاعة وعمل العمل نتاعك، والإنسان قد ما يجتهد يكون فرحان وما يملش وما يكلش ويقول كل مرة راح نكون راح نجيب حاجة جديدة بفعل خير جديد. يعني عادة احنا عرفنا انه 48 ولاية يجوا ويتصلوا بالبرنامج ويحوسوا مساعدات، كيما كاين 48 ولاية اللي يحوسوا كيفاش يساعدوا هاد الناس. يعني لو كان نقولوا هل السيدة سامية وصل الوقت هكا وين تقول خلاص عييت ما نقدرش نكمل، ولا دائما كاين اصرار في العمل الخيري من خلال برنامج قلوب رحيمة؟ والله أنا نقول لك بكل صراحة، يعني أنا نظن العمل الخيري إلى ما لا نهاية، صح ولا لا أستاذة؟ تشاطرين النظام. لا، العمل الخيري أكيد، لكن العمل لأنه عمل جهد يومي. أنت كنت أثرت نقطة مهمة أنه 48 ولاية، شيء جميل كذلك أنه في الإذاعة مش فقط القناة الأولى برنامج قلوب رحيمة، عبر 48 ولاية 48 محطة إذاعية، فتقريبا كل المحطات فيها برامج تضامنية، فهذا الشيء ساعدنا كثير، لأنه فيه ربما الناس اللي ما يقدروش يتنقلوا يقدروا يروحوا للمحطات الجهوية، حتى زملائنا اللي نحييوهم من خلال هذا الفضاء، زملائنا بالمحطات الجهوية كثير من الأحيان يتصلوا بينا قال هذه الحالة مرت معنا للأسف الشديد ما كانش عندها صدى، إذا كان ممكن زيت تعاود تمر معكم. احنا نفس الشيء كثير من الأحيان تصلوا بهم. يعني العمل الجواري ساعدنا كثير، لأنه حتى كثير من الأحيان تصلوا بالزملاء قال شوفوا أن هذه الحالة هل فعلا بحاجة ماسة ليد المساعدة باش هكذا نحددوا لها يعني الموعد. ففيه برامج كثيرة اللي نقدمها في الإذاعة، لكن هذا البرنامج كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة يزيد لي النشاط ويزيد لي الحيويه. الشيء اللي يزيد النشاط، الشيء اللي يزيد النشاط هو كي تكوني وصلتي حليتي مشكل تاع واحد، تاع واحد الفرحه تكتمل تاع الطاقم ربما اكثر من الفرحه تاع الانسان هذاك اللي يعاونه الناس ولا اللي رجل المشكل. عاده لما نكون داخل من الباب تاع احنا ما يفرقنا غير ما كانش مسافه يعني زوج بيبان، انت متتبع دائم اكيد نشوف ناس يجوا ذوي ماشي ذوي احتياجات، المحتاجين بصفه عامه يجوا للبرنامج من كل الجهات ويستناو بصبر، لما يتلاقاو بك وشنو الحاجه الاولى اللي يقولوها لك؟ لانه صوتك يحسوا بواحد الراحه. أكيد. ما ماشي زوخه، لا لا الحمد لله، واحد الراحه بقى. واحد الطمانينه ما تقدرش تصورها. ولن عماد احنا بشر كذلك، فهذاك الشيخ تشوفه والدك، هذاك الطفل تشوفه ابنك، هذاك الشاب تشوفه اخوك ولا الشابه تشوفها اختك، فاحنا كذلك بشر. وكل إنسان معرض لظروف صعبة، صح. يعني صح. يكون بخير وغدوه ما على بالوش واش كاين، فدايما أنا نستقبلهم بصدر رحب ونقول لهم يعني فقط الصبر، لأنه ملفات كثيرة، ربي يعطينا القوة والشجاعة. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. ما ننساش أنه سواء تلفزيون أو إذاعة أو صحف واكبت عدة أزمات مرت بها الجزائر، منها زلازل، فيضانات، وكانت في مستوى الحدث. أنا نذكر أنه تيليتون في التلفزيون الجزائري اللي كان تضامن كبير، تضامن، وذكر الأستاذ موسى أنه برنامج فاستبقوا هو أول برنامج، لكن كان قبله برنامج تضامن في سنوات التسعينات، وين قلت لك أول برنامج بالنمط هذا. فهمتك، احنا نتكلم على فكرة التضامن بالنسبة للتلفزيون الجزائري والإذاعة اللي وكبت كل مراحل وكل أزمة مرت بها الجزائر، ووقفت ورات هبت الشعب الجزائري عندما يكون إنسان في أزمة ومحتاج لمساعدة. الحمد لله إن شاء الله تدوم، وإحنا دائما من خلال الإعلام هو تحريك هذه المشاعر لعند الإنسان. ما سينيسا واش كنت تقول لنا في الأخير تيسير وش راح يديروا منه الفوق؟
ان شاء الله احنا الاهداف رانا مسطرينها ان شاء الله هي انه جميع واحد نقدروا نعاونوه نعاونوه ان شاء الله بطريقه او باخرى ان شاء الله باش خلاص ولا راح الخير خلاص راحت الدنيا ان شاء الله ما يروحش الخير ان شاء الله هذه هي وحنا ان شاء الله عندنا مشاريع مستقبليه ان شاء الله ماذا بينا نعاونوا كاع العباد المحتاجين وكاين مام شباب ثاني سينوعوهم ثاني معنا شويه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذا هو الصح يعطيك صحه مسينسا وعبد القادر هكذا ما غلطتش عبد القادر يعطيك صحه الله يسرك استاذه ساميه قطوش واش تقول لنا في الختام باختصار انا في الحقيقه عندما نتحدث عن المجتمع الجزائري وجود هذه النماذج المشرفه بيننا اعتقد هو خير دليل على ان الجزائر ما زالت في خير ودورنا هو ان كان على كاعلاميين او كباحثين في المجتمع هو محاوله ايقاظ الضمائر النائمه فقط ليس الا ومحاوله كما تفضل عماد زعزعه هذه الخيريه الموجوده في كل واحد فينا من خلال اعطاء مصادق خارجيه واعطاء مصداقيه للعمل الخيري من خلال ايضا الابتعاد لانه لازم نعترفوا عماد باللي لدينا ازمه ثقه للاسف الشديد ولكن الحمد لله هذه حكم شويه ازمه حكم على الاخر احنا حكم على الاخر دائما وثقه لانه تعرف عماد احيانا الذي يظهر على مستوى السطح والنماذج السيئه بينما النماذج الايجابيه تكون في العاده مختفيه او تعمل في الخفاء وياتي الاعلام كبرنامج الجزائر الخير ليظهر هذه النماذج الطيبه ويتاثر بها الجميع ان شاء الله يعطيك الصحه سيده سميه قطوش وانت استاذه في علم الاجتماع بارك الله فيك اللي كنت معنا استاذ موسى قادر انت انت طبيب ومعد برنامج فاستبق الخيرات باختصار مقدم ماشي معيد مقدم برنامج مقدم برنامج فاستبق الخيرات انا بصفه عامه نقول لازم الثقه تعاود ترجع ان شاء الله ثانيا الانسان اللي يحب يعاون لازم يتاكد من صحه هذاك الانسان اللي راه يطلب انا نقول ثالثا لازم النوع العمل الخيري ما يبقاش برك هذا يحتاج دواء ولا هذا يحتاج اسمه لازم يكون تنويع وفي التنويع هذا سواء في العمل ولا أنا نذكر حاجة كل الجمعيات مثلا كيحبوا يروحوا يزوروا المرضى يروحوا للمستشفى مصطفى باشا للسي بي ام سي كاين مستشفيات حتى لهنا في الجزائر اللي واحد بيزورهم واحد ما يدير احنا ماذا بينا العمل تاعنا تاع العمل الإعلامي يكون كمثل يقتدى به قال انا هاني درت وكل واحد يدير في المكان اللي راه فيه ان شاء الله يعطيك الصحه استاذ موسى قادر انت ومقدم برنامج ومقدم ومعد برنامج فاستبقوا الخيرات على قناه القران الكريم القناه الخامسه بالتلفزيون الجزائري سيده ساميه واش تقول لنا في الختام باختصار للمشاهد والمستمع لما يعرفكش من خلال صوتك فقط مش من خلال الصوره اولا نقول انه الاعلام عنده دور كبير في ترسيخ العمل الخيري ودائما نقولها الجزائر بخير برجالها وبنساها ان شاء الله بارك الله فيكم اللي كنتوا معنا ونزيد ناكد حاجه انه العمل الخيري من خلال الاعلام من خلال التلفزيون او صفحات الفيسبوك او الاذاعه او الجريده او اي واحد ينشر صوره بسيطه يحس فيها على فعل الخير هي عمل خير في حد ذاته اذا يعني ما ننساوش نعطيك نقطه برك اختصار سيدي قدمنا بنت تحتاج الى زرع كبد الناس شافوها في التلفازه باباها تكلم قال لك على الاقل واحد 40 واحد ما يعرفوها ما والو قالوا انا مستعد باش نعطي لها الكبده نتاعي هذا جاب لي ربي يعني خلاصه للعمل الخيري العمل الخيري من خلال الاعلام كما قلت صوره بسيطه للجزائر والجزائر اكيد ما تنساوش تابعوا برنامج فاستبقوا الخيرات على قناه القران الكريم قتشي جزء كل اثنين على الساعه 9 سمعتوا ما تنفسونا معليش يا سيدي بصح احنا كل اسبوع انتم 15 يوم اذا تابعوا برنامج فاستبقوا الخيرات على القناه الخامسه قناه القران الكريم التلفزيون الجزائري سيده ساميه قتشي البرنامج تاعك كل يوم احد من 10 الى 11 صباحا بالقناه الاولى الاذاعه الوطنيه بمناسبه اليوم الوطني للصحافه نحيي كل زملائنا العاملين في مجال الصحافه اينما كانوا حيثما وجدوا حتى الصحافه الالكترونيه التي ظهرت الان ولم نستبعها بزاف نحيي كل واحد انشروا فقط صوره بسيطه عن فعل الخير اذا الاشراف العام لبرنامج جزائر الخير للسيده فاطمه الزهراء زرواطي الاخراج سميه بن عبد الرحمن مساعد الاخراج مهدي خثير قدم لكم البرنامج عماد سعدون نلتقي بكم في العدد القادم ان شاء الله كونوا معنا سنكون معكم في جزائر الخير شكرا لاستوديو رقم 1 وكل الطاقم اللي خدمنا معه اليوم بقوا على خير